شكرا زي ما قلت قاعد اصبع عليك بالخير واصبع على عبد المحسن واصبع على المشاهدين الكرام اللي تابعونا دائما في برنامج صباح الخير مثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا مثل ما تفضلت زي ما قلت غاده مشروع انشاء وانجاز وصيانه مبنى رعايه الاحداث الجديد في منطقه الصليبيه على مساحه 35 الف متر مربع ويتسع لعدد 300 حدث. راح نتكلم اكثر واكثر معنا المهندس الدلال عدنان صالح مهندس مدني في اداره التنفيذ وزاره الاشغال. مهندسات الكويتيات يعطيهم العافيه على هذا المشروع الطيب واللي هم مشرفين على هذا المشروع. مهندس الدلال صباح الله بالخير ودنا نتكلم نبدأ عن هذا المشروع. صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع هو عبارة عن إنجاز وصيانة وإنشاء مبنى رعاية الأحداث في منطقة صليبية في القسيمة المخصصة للسجن المركزي على مساحة 35 ألف متر مربع وتبلغ مساحة البناء الكلية 56,100 متر مربع ويتكون من 8 مباني. أول مبنى هو مبنى الإدارة المركزية ودار تقويم السلوك، دار الرعاية الاجتماعية، دار الملاحظة الاجتماعية، الورشة المهنية، المدرسة، العيادة، وآخر شيء المسجد وصالة الألعاب الرياضية. ومثل ما تفضلت يتسع ل 300 حدث وأيضا يحتوي على مواقف سيارات يتسع ل 401 سيارة. متى تم مثلا مباشرة هذا المشروع وقيمة هذا المشروع؟ تمت المباشرة في 30 يوليو 2017 وقيمته حوالي 16.7 مليون دينار كويتي. نعم مهندسة ما شاء الله احنا نشوفكم مهندسات الكويتيات ما شاء الله متميزين في هذه المشاريع واحنا ما شاء الله كاميرتنا يعني معاك في كاميرا ثانية قاعد تاخذ لقطات على هذا المشروع. مهندسة يعني نتكلم منه ما شاء الله القيمة التعاقدية المشروع من المشاريع ودنا نتكلم كذلك الجهة المستفيدة في هذا المشروع. الجهة المستفيدة هي وزارة الشؤون والجهة المنفذة والمشرفة هي وزارة الأشغال العامة. هل واجهتكم بعض المشاكل عواقب؟ لا والله المشروع ساري يعني بشكل ممتاز ويعني والأعمال يعني ماشية تمام يعني الأمور كلها تمام. أول مرة لكم هذه التجربة في هذا المشروع؟ أي والله أول تجربة. احنا نقول يعطيك العافية عساك على القول مهندس الدلال عدنان الصالح مهندس مدني في وزارة الأشغال. ننتقل حق المهندسة فرح العوضي مهندس مدني كذلك في إدارة التنفيذ. مهندس يعطيك العافية صباح الله بالخير. صباح الخير أستاذ نجيب وصبح على الإخوان المتابعين. مهندسة ودنا نتكلم عن أجزاء المشروع ويحتوي على عدة مباني ما شاء الله تقريبا 8 مباني سرداب ملجأ ما شاء الله في أمور كثيرة في هذا المشروع. إيه طبعا المشروع كبير ويضم 8 مباني. إذا بنتكلم شوي عن المباني نبدأ بالمبنى الأول وهو مبنى الإدارة المركزية. هذا المبنى يتكون من 3 أدوار زائد سرداب. السرداب مخصص لمواقف السيارات يشيل تقريبا 300 موقف غير هذا الباركينج الأرضي. المبنى مخصص للأعمال الإدارية وكلاء نيابة المدير نائب المدير استقبال الزوار كله يتم من خلال هذا المبنى. عقبها يكون عندنا 3 مباني احنا نسميها مباني السوشيال اللي هو مبنى الملاحظة مبنى دار الرعاية ومبنى دار التقويم. في هذه الدور فيها الغرف المخصصة للنزلاء. طبعا هم 300 غرفة مقسمة على 3 مباني كل دور تقريبا فيه 50 غرفة لكل نزيل غرفته الخاصة فيه اللي فيها عزكم الله بعد دورة المياه الخاصة فيه. بعدها هم من المشروع يضم مبنى ورش مهنية يعني نبي ندرب النزلاء على المهارات المهنية اللي إن شاء الله تفيدهم بالمستقبل من نجارة لحام كمبيوتر سيارات وغيرها. أيضا بالمشروع في مدرسة وسرداب المدرسة تم تخصيصه أو تحويله إلى ملجأ معد إعداد تام لاستقبال لا سمح الله الكوارث الطبيعية أو الحروب. أما بالنسبة للمدرسة نفسها فهي مهيئة ومجهزة بالكامل من فصول ومختبرات إن شاء الله تساعد الحدث على أنه يكمل دراسته بإذن الله ويستوي فيها. نتكلم عن المنظومة الأمنية عندكم في عندك تكنولوجيا موجودة في هذا المبنى. طبعا تم تبني وتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا. أول وحدة هي عند المداخل إحنا عندنا مدخلين بالمشروع تم وضع برنامج المسح الذاتي أو برنامج المسح الضوئي عفوا يتم مسح في السيارات عند الدخول والخروج وحفظ بياناتها. أيضا هناك برنامج التتبع الذاتي للنزيل وهي عبارة عن سوار تنحط بيد النزيل نتبعه فيه 24 ساعة في أي مكان في أي وقت. أيضا هناك برنامج التحكم العالي بالكمبيوتر لجميع المباني التهوية الإضاءة يعني التكييف وغيرها.
احنا نقول الله يعطيكم العافيه المهندسه دلال عدنان الصالح والمهندسه فرح العوضي من اداره التنفيذ بوزاره الاشغال، يعطيكم العافيه عساكم على القوه. يعني هذا دائما احنا مع المهندسين الكويتيين ما شاء الله اللي دائما يكونوا متميزين في هذه المشاريع. راح نرجع الى قاده ويل عبد المحسن لتكمله الفقرات المفيده والمتميزه لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.